الإصحاح الرابع من إنجيل معلمنا لوقا البشير، بركاته علينا أمين. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما، يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاع أخيرا. وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال، وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، أنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: أنه قيل لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع القرى المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنصحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه. فابتدأ يقول لهم أنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب اشفي نفسك، كم سمعنا أنه جرى في كفر ناحوم، فافعل ذلك هنا أيضا في وطنك. وقال: الحق أقول لكم أنه ليس نبي مقبولا في وطنه. وبالحق أقول لكم أن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إيليا، حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إلي إلى واحدة منها إلا إلى امرأة أرملة إلى صرفة صيد. وبرس كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان أليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السريان. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى، وانحدر إلى كفر ناحوم مدينة من الجليل، وكان يعلمهم في السبوت. فبهتوا من تعليمه، لأن كلامه كان بسلطانه. وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس، فصرخ بصوت عظيم قائلا: ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك، من أنت؟ قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فسرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا. فوقعت دهشة على الجميع، وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين: ما هذه الكلمة
لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج. وخرج صيت عنه إلى كل موضع في الكورة المحيطة. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حمات سمعان قد أخذتها حمى شديدة، فسألوا من أجله، فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وصارت تخدمه. وعند غروب الشمس جميع الذين كانوا عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون، لأنهم عرفوا أنه المسيح. ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنه. فقال لهم أنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلته. فكان يكرز في مجامع الجليل، والمجد لله دائما أبديا آمين. طبعا في الإصحاح ده بيتكلم عن التجربة على الجبل، وإزاي أن التجربة ده هي المسيح الذي جرب على الجبل من إبليس وانتصر، وهذا الانتصار صار رصيد لنا، علشان لما بندخل في أي تجربة بناخد من نصرة المسيح، ناخد لنا ونستطيع أن ننتصر. لكن مفتاح الانتصار هو في الكلمة المقدسة. في كل مرة السيد المسيح يتكلم ويقول مكتوب، وده يبين أن الكلمة المقدسة هي مفتاح الانتصار. عشان كده أيها الحبيب، لما بتتعرض لتجربة أنت بتحزن وبتتعب وبتتضايق وبتدور على منفذ، المنفذ هو في إنجيلك. وعندما تستخدم الإنجيل وتعيش في الإنجيل وتدخل إلى أعماق الإنجيل وتصلي بالإنجيل وتفهم الإنجيل وتعي الوعود والرسائل اللي بيبعتها المسيح لك، هتكون النتيجة إن كلمة الله تنصرك، وقتها تشعر بالفرح، تشعر بفرح كبير. لما بنراجع المعجزات اللي عملها السيد المسيح زي شفاء حماة سمعان مثلا، وأي معجزات هتقابلنا بعد كده، بنلاقي إن كلمة الله المقدسة تستطيع أن تصنع كل شيء، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. حط قدامك باستمرار إن عملك ودورك في الحياة مع كلمة الله، إنك تستطيع تنتصر. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. فعيش في الكلمة المقدسة عشان تقدر تنتصر باستمرار، وربنا معك.